خليني ارحب بالاستاذ محمد اسماعيل رئيس شعبه المستلزمات الطبيه بالغرف التجاريه. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك. الحمد لله يا فندم، اهلا بيك. دكتور محمد، الحقيقه انا عايزه بس اسال حضرتك في حاجه مهمه قوي. اتفضلي. الناس اللي بتقف في اشاره المرور وبتبيع الكمامات، ايوه، انتوا اللي اديتها لهم ولا مين؟ جابوها منين؟ لا، هي حته ان انا اديتها لهم، او هو لو ما لقاش الماسك هيبيع نعناع، هيبيع ليمون، هيبيع زيتون. حلو. هي الفكره كلها مش في ان هو هيبيع ايه، هو بيبيع حاجه ماشيه، فبينزل يجيبها من اي مكان. الماسك النهارده في مصر مصر بتنتج 9 مليون ماسك كل يوم. لكن اقصد انا ليه بسال حضرتك ده؟ بسال حضرتك ده لان انا مهم قوي ان اقول للساده المشاهدين وكل المواطنين انه الكمامات اللي بتتباع في اشارات المرور دي طبيه نظيفه ولا نبعد عنها؟ ما هو غير مضمونه. انا مش قضيتي ان هو يبيع نعناع ولا يبيع كمامات، انا قضيتي صحه المواطن، مش كده بسال حضرتك. ممكن تبقى كويسه وممكن تبقى مش كويسه. طب اعمل ايه؟ يعني اعرف من ايه؟ هاتيها من مكانها الاجزاء. تمام، يعني نقول للناس كده يا فندم. اجيبها من مكانها، اجيبها من محل مستلزمات طبيه. ايوه. ومعاه فاتوره معتمده. ايوه. او اجيبها من صيدليه معروفه. ايوه. ده كده. تمام. اما انا هجيبها من الشارع بقول لك في حاجات كتير بتتباع. طيب. البلاستر قبل كده كانوا طلعوا فتره برضه يبيعوه في الاتوبيسات. بيبيعوا الايه؟ البلاستر. طبعا البكر البلاستر. طبعا عشان دي صحه ناس، بس كورونا لازم نقول لهم منتجات كورونا كلها بلا استثناء موجوده وبكميات ضخمه جدا، واسعارها انخفضت يمكن ل 20%. خفضت؟ اما كانت انخفضت ل 20% من الويف الاولى. يعني لو كانت الموجه الاولى بيبيعوا فيها الماسك ب 10 جنيه دلوقتي ب 2 جنيه. هو عمره ما كان وصل ب 10 جنيه، انا ما سمعتش انه وصل ب 10 جنيه. لا، وصل 7 و10، 7 و8 و9. معايا حضرتك؟ تمام. النهارده هو ب 2 جنيه ماكسيموم، الماكسيموم بتاعه. أيوه. لو انا اخده بالاجزخانه اخده ب 2 جنيه. لو انا دخلت اجزخانه النهارده واداهولي اكتر من 2 جنيه ابلغ فيه على طول. بلغي فيه حضرتك. ابلغ فيه حمايه المستهلك على طول. تمام. ايوه. ده كلام مهم. معايا حضرتك؟ الكميات. الكحول من كان ب 90 جنيه النهارده ب 60 جنيه اللتر. تمام، متوفر يا فندم. ايوه يا فندم متوفر، بس انا عايز اقول حاجه، معلش. اتفضل. جنب ده في حاجات اهم من ده، انا مش عارف استخدم ازاي الماسك. الماسك انا لما بلبسه باخد شهيق وزفير. الشهيق بتاعي اكسجين والزفير بتاعي ثاني اكسيد الكربون. ثاني اكسيد الكربون ده خانق. وسام. ايوه. فانا لما بطلع ثاني اكسيد الكربون من المره الاولانيه والثانيه والثالثه وارجع اخدها ثاني على صدري. ايوه. دي بتعمل لي مشاكل في الجهاز التنفسي. تلاقيني بنهج. ايوه. صحيح. ليه؟ انا باخد ثاني اكسيد الكربون. ايوه. طب العمل ايه؟ البسه في وقت الزحام. وابعد عن الزحام تماما، اروح في اي مكان مفتوح. ايوه. اخلي استخدامي للماسك هو استخدام في مكان زحمه. ايوه. غير كده ما تلبسوش. معايا حضرتك؟ تمام. احنا بنذيع دلوقتي وحضرتك معانا على التليفون، بنذيع دلوقتي يا دكتور محمد الاشاعه اللي طلعت انه اسعار الكمامات والمطهرات للموجه الثانيه لكورونا دي اشاعه، دي علشان دي الاشاعه اللي طلعت، وبنحط الحقيقه تحتها على طول، او مش احنا، ده شغل مجلس الوزراء الحقيقه، كل تحيه ليه، وكاتب بقى كل التفاصيل، واحنا كمان من خلال برنامجنا بنطمن الناس، من خلال حضرتك دكتور محمد اسماعيل بنقول للناس انه ما فيش يا جماعه اي نقص سواء في الماسكات او في الكحول، كل ولا ارتفاع في الاسعار، على العكس في انخفاض في الاسعار، وده كلام انا مسؤول عنه داخل غرفه القاهره. تمام. اي حد عايز كميات ب 2 جنيه ماسك موجوده. تمام. اي حد عايز كحول ب 60 جنيه موجود. تمام. فما فيش عندنا مشاكل موجود على يعني ينفع نتعامل معاكم مباشره من محلات اللي في القصر العيني. محل بس يعني عندي 500 محل في القصر العيني، و200 محل في شبرا، و200 محل في العباسيه.
تمام، يا رب يكون فيه في المحافظات كمان يعني. هو طبعا اكيد طبعا في المحافظات فيه موجود. ايوه بس أيوه. انا لا انا بتكلم مفيش اسطر، معلش احنا الفتره اللي فاتت والفتره اللي جايه أيوه. هنبقى قاعدين ملطشه للاشاعات. ما احنا علشان بقى كده ما نديش فرصه لده، فاحنا كل شويه بنقول للناس الحقيقه ايه وبنكذب. لا انا بطمن الناس على منتجات كورونا كلها، بقول لهم بس استخدموها صح. حلوه منتجات مناعتك قوي. أيوه. مناعتك قوي. أيوه. مناعتك بالمأكولات اللي ممكن تقوي المناعه عندك. نعم ده نعم. افضل حاجه ممكن تعملها، وربنا سبحانه وتعالى يشفي الجميع ان شاء الله. في اكل معين نقوله للناس كده سريعا؟ طبعا فيتامين سي، كل المنتجات اللي فيتامين سي وفيتامين دال. تمام. يعني البرتقال والاستفردي والليمون والكلام ده كله. في عندي اللي هو اسمه الايه الكرفس، في عندي الكرفس طبعا لا كل الخضروات. الكمبيوتر ويكتب كده الاغذيه التي تقوي المناعه، هيطلع له 100 حاجه. دي مهم صحيح. دينا وفره في المخزون عندنا يكفي قد ايه فندم؟ قبل ما اشكر حضرتك باشمهندس، دكتور فيما يخص الماسك يخفي الى ابد الابدين، لان انا عندي 180 خط انتاج دلوقتي. لما جت الجائحه الاولى ما كانتش عندي ولا خط. نعم. انا دلوقتي عندي 180 خط. كل خط ممكن ينتج 50,000. يعني مع الكمامات ما عندناش نقول بقى يكفي 6 شهور، ده مكفي يمين عايش يعني. ده متاح، لان حتى الخامات بتاعته متاحه في جميع انحاء العالم. مصريه. تمام. بشكرك فندم، بشكرك، شكرا جزيلا. شكرا دكتور محمد، شكرا.